السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرضنا اليوم مميز في أفخم مشروع في منطقة بلتلي. منطقة بلتلي غنية عن التعريف. عرضنا اليوم شقة 3 غرف/صالة مساحتها 195 متر مربع في مجمع راقي اسمه يلدز ماي وورد. المجمع عبارة عن 7 بنايات، 4 بنايات أمامية وثلاث بنايات خلفية، بينهم الخدمات. الخدمات اللي موجودة في المجمع: جلسات عائلية، ملاعب رياضية، ملاعب الأطفال، مسطحات خضراء، مسطحات مائية، وشلالات. وما ننسى أيضا أني موجود مساحة كبيرة خاصة بألعاب الأطفال، وأيضا صالة فتنس ومسبح مغلق، قسم خاص بالنساء وقسم خاص بالرجال. وأيضا أطراف المجمع موجود كاميرات مراقبة، وأيضا تحت البنايات أو تحت الخدمات اللي موجودة بين الأبراج موجود مواقف مغلقة وأطرافها مواقف مفتوحة. موقع المشروع: المشروع في منطقة مميزة في طرابزون، منطقة بلتلي غنية عن التعريف، مقابل المطار. المسافة بين الموقع والمطار 3 دقائق، وبين الموقع ومول الفورم 5 دقائق، وبين الموقع والميدان 10 دقائق. موقع مميز جدا في قلب طرابزون. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الشقة وإطلالاتها المميزة. وصلنا الدور السادس، شقة 3 غرف/صالة مساحتها 195 متر مربع. مدخل الشقة من هنا. المنطقة اللي أنا موجود فيها منطقة الكوريدور، يميناً الصالة ويساراً توزيع باقي الغرف. ميزة الشقة هذه أنها واصل لها الغاز الطبيعي. في منطقة بلتلي واصل الغاز الطبيعي لأغلبية المجمعات. نتوجه إلى الصالة. أرضيات الممرات والصالة كلها باركيه، ما عدا البلكونات سيراميك. مساحتها جيدة، 30 متر مربع مساحة الصالة. والشيء المميز في الشقة هذه أنهم حاطين دولاب خاص بالتلفزيون، شيء جيد. ما ننسى الديكورات السقفية، وعندنا أيضا التدفئة موجودة في كل أنحاء الشقة. إطلالة الأمامية إطلالة بحرية مميزة جدا، إطلالة خيالية، أنها تعتبر الإطلالة هذه مضمونة. بجوارنا عندنا مخرج للبلكونة من جهة الصالة. من هنا مخرج للبلكونة. البلكونة مساحتها 2.5 × 2.5 متر، مساحتها جيدة، وأرضياتها سيراميك ومزودة بالزجاج المتحرك كامل البلكونات، وإطلالة أيضا بانورامية جاية، إطلالة البحر، وعندنا إطلالة الطبيعة أيضا. ما يميز الشقة هذه أنها في منطقة حيوية، الخدمات موجودة أطرافنا، سوبر ماركتات، وقريبة من المطار جدا. نتوجه إلى المطبخ من جهة البلكونة. زي ما تشايفين كمساحة ممتازة جدا مساحة المطبخ. نقدر نحط طاولة السفرة بهذه الجهة، ودواليب المطبخ مجهزة كاملة، قطعة هنا وقطعة هنا. المنطقة هذه موجود فيها مكان الأجهزة الكهربائية، ألوانها مميزة جدا. وعندنا المنطقة هذه منطقة الثلاجة والفرن، وتمديدات الغاز أيضا ممددة وجاهزة للمطبخ. نكمل تفاصيل باقي الشقة. نطلع من المطبخ نشوف تفاصيل الغرف. يسارنا هنا عندنا دورة المياه الأولى بنظام أرضي. في بعض العملاء يقول نقدر نغير النظام الأرضي هذا نخليه أفرنجي، لكم حرية الاختيار، تقدروا تغيروها. يميننا عندنا الغرفة الأولى، مساحة الغرف جيدة، شقة مساحتها 195 أكيد تكون مساحة الغرف ممتازة، تقريبا 4×4.
نطلع من الغرفة هذه نتوجه إلى دورة المياه الرئيسية. دورة المياه الرئيسية مساحتها ممتازة، مكان المروش مرتب وجاهز، المغسلة، وعندنا أرفف هنا مجمل المكان، الكلوزيت، ورا الباب عندنا مكان خاص بغسالة الملابس مع دولاب مخصص لهذا الشيء. بجوار الغرفة الأولى عندنا الغرفة الثانية، زي ما انتم شايفين مساحة الغرف مش صغيرة، متوسط الحجم وجيدة، يعني يكفي لسرير عدد اثنين فردية مع دواليبها. وأخيرا نتوجه إلى غرفة الماستر، غرفة النوم الرئيسية الماستر مساحتها ممتازة. شوفوا، مو بس انه مساحتها كبيرة وايضا لها منطقة خاصة بالدريسنج روم. تعالوا نشوف مساحة الدريسنج روم. المنطقة هذه منطقة غرفة تغيير الملابس، الدريسنج روم، تحطوا هنا الدواليب وتجهزوها، منها لدورة المياه الخاصة بغرفة الماستر، دورة مياه مخصصة، مروش وكلوزيت ومغسلة، دورة مياه متكاملة. غرفة النوم الرئيسية لها بلكونة خاصة فيها. قبل البلكونة عندنا أماكن خاصة بالديكورات والتمديدات علشان نقدر نحط الديكور اللي نبغاه على رأس السرير. عندنا هنا غرفة النوم الرئيسية، البلكونة هذه تابعة لغرفة النوم الرئيسية، مزودة أيضا بالزجاج المتحرك. إطلالتها على الجهة الخلفية للمجمع، لو تلاحظوا إطلالة مميزة بين الأبراج، إطلالة الخدمات اللي موجودة في المجمع. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون الفيديو نال على إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.